يقول هذا السائل من قطر أيضا فضيلة الشيخ، إذا شتم الرجل رجلا آخر والمشتوم ساكت يعني لا يجيبه بالشتم، ماذا يترتب عليه من الثواب؟ نعم، إذا لم يرد عليه وكظم غيظه فإن هذا فيه فضل عظيم. الله جل وعلا يقول والعافين عن الناس، ويقول وجزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإذا لم يرد عليه فإن له الأجر في ذلك، وإن رد عليه فهذا قصاص وهو مباح له. نعم.